التنمية المستدامة على حياتنا. إن تطبيق أهداف التنمية المستدامة بشكل سليم سيعود بالمنفعة على كوكب الأرض ككل، باعتباره منفعة عامة يجب إدارتها بطريقة استراتيجية منسقة ذات رؤية طويلة الأمد، من المحيطات إلى الغابات ومن الأوبئة إلى التلوث، حيث إن ما يحدث على الصعيد المحلي في بلد ما قد تكون له تداعيات وآثار هائلة على رفاهية جيرانه وأوضاع الفقر في المستقبل. ومما يبعث على التفاؤل أن الجميع اتفقوا على نحو جماعي في التصدي لهذه التحديات، من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال. مما يثار أحيانا، ما هي أهمية الالتزام في أهداف التنمية المستدامة، وما هي علاقتها فيما نقوم فيه في دولة الكويت؟ في البداية، هو التزام دولي. الكويت ليست في معزل عن العالم، الكويت دولة صديقة للأمم المتحدة، الكويت دولة دخلت في شراكات كثيرة مع دول العالم. دولة الكويت عرفت بما يسمى بالدبلوماسية الوقائية. دولة الكويت جزء من الجسد الأممي، أخذت احترام العالم في الكثير من المواقف، ولهذا فإن التزام دولة الكويت في أهداف تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو التزام دولي وعالمي يضع الكويت في هذه الخارطة الدولية المهمة. تحقيق أهداف التنمية المستدامة تعتبر من أهم الأساسيات لتطور المجتمعات بجميع أصنافها، بجميع مؤسساتها الحكومية والخاصة، مؤسسات المجتمع المدني والأفراد، لأن أهداف التنمية طبعا تتعلق في جميع مكونات الدولة، منها الأفراد، منها البيئة، الصحة، التعليم. فجدا مهم ان احنا ناخذ كل هدف من اهداف هذه التنميه ونحاول ان احنا نشتغل عليها من خلال القطاعات المختلفه، من خلال المؤسسات الدوله المختلفه، وايضا من خلال توعيه الافراد، توعيه المجتمع بهذه الاهداف، بحيث ان احنا نشتغل على مشاريع، على برامج لتحقيقها، ومن هذا راح يتطور الفرد وتتطور المجتمعات والدول. معظم المؤشرات التنافسية الدولية تعتمد في حسابها على التقارير الدولية، وعندما لا تقوم الدول في تقديم تقارير دولية تحتجب هذه البيانات فلا تسجل لها إنجازاتها. وعليه فإن واجب علينا احنا في حكومة دولة الكويت بالتنسيق مع شركاء التنمية وبالأطراف ذات الصلة والعلاقة بأن نقوم بوضع هذه التقارير بشفافية، بحرفية، بمهنية، لتستخدم من أجل التقارير التنافسية الدولية. فهناك مجموعة من المؤشرات يتم احتسابها في مدى تصريح الدولة لبياناتها، ولا يستغرب البعض بأن أغلب هذه البيانات بيانات متاحة، ولكنها ما عندما تصدر بصور تقارير ستعود بالنفع أيضا على ما نسميه بالوضع المميز لدولة الكويت، وترخيص وتعزيز ركيزة من ركائز الخطة الإنمائية، وهو الوضع المكانة الدولية المتميزة. ركيزة المكانة الدولية المتميزة هو هدف من أهداف رؤية الكويت الجديدة 2035. بفضل أهداف التنمية المستدامة أصبحنا الآن ننظر إلى التنمية من منظور أوسع كثيراً، فبصرف النظر عن العقبات فإن أهداف التنمية المستدامة تمثل تحدياً ملموساً للجبهات والطبقات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
حاليا دولة الكويت تسعى لأن تكون نموذجا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحاليا هناك لجنة قيادية عليا للتنمية المستدامة وأيضا لجنة التوعوية أو اللجنة الإعلامية للتنمية المستدامة بالتعاون ما بين الأمم المتحدة والبنك الدولي. على مستويات عدة تسعى الدولة أن يتم تبني أهداف التنمية المستدامة على نطاقات مختلفة، من خلال القطاع الخاص، من خلال مؤسسات المجتمع المدني، من خلال المناطق والمختارين أيضا. وهناك يمكن برامج لها علاقة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المجتمعي في المختاريات، يمكن مختارية اليرموك والمدن الصحية هي من المجالات التي تعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هناك مدن عدة من المدن والمجتمعات الكويتية التي تبنت فكر المدن الصحية لكي تكون مدن مبتكرة، مدن خلاقة، مدن صحية، مدن مستدامة داخل دولة الكويت. فهالعمل على مستوى الوزارات، على مستوى المجتمعات، على مستوى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يتم بدأ، ولكن أملنا أن يتوسع، وهذا التوسع لن يكون إلا بالترويج الجيد الذي تقوم به مشكورة وزارة الإعلام الكويتية بالتعاون مع كافة الجهات المشاركة في هذا المجال. تأثيرات إيجابية كبيرة من أهداف التنمية المستدامة، اليوم الرؤية واضحة وصريحة في كيفية العمل على تنمية دولة الكويت واستدامة الموارد الموجودة. اليوم الاستدامة والتنمية تعمل في عدة أمور، اليوم الجانب الاجتماعي، الجانب الصناعي، الجانب الاقتصادي، وكذلك التأثيرات في الجانب البيئي. فنعمل من خلال هذه النظم لإيجاد أفضل السبل للتعامل مع جميع هذه النقاط. اليوم نتكلم عن الصحة العامة، نتكلم عن البيئة، نتكلم عن موارد المياه، نتكلم عن التعليم، أمور كثيرة يجب أن توضع لها خطط واضحة وصريحة في كيفية الاستفادة منها ومن ثم الارتقاء في العمل في هذا المجال في عدة أماكن. اليوم الإخوان في الجهات الحكومية تعمل بشكل كبير للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. شعار التنمية المستدامة ليس غريباً على خطط دولة الكويت وبرنامج عمل الحكومة. فبرنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية في الدولة صدرت قبل إعلان أهداف التنمية المستدامة بشعار نحو تنمية المستدامة، مما يجعل دولة الكويت متوافقة ومتناغمة مع الأفكار والمفاهيم والغايات والأهداف التي ذكرت في أجندة 2030 أهداف التنمية المستدامة 17. تلك الصور الرمزية 17 تعيد بالفعل رسم الحدود التي تشكل الطريقة التي يفهم بها الأفراد في أنحاء العالم التنمية. لذلك جاءت التنمية المستدامة لتحسين واقع حياتنا على هذا الكوكب وحماية موارده والحفاظ عليها لنرسم معا المستقبل الذي نصب إليه.